بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الفل والهنا، شهر رمضان الكريم على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. قلنا نجيب شوية حاجات نشيلها في الفريزر عشان خاطر نفضل نصلي ونصوم ونقرأ القرآن إن شاء الله. شهر بيجيلنا من السنة للسنة، ما نضيعهوش في شراء الخضار وتنظيفه والأكل والشرب، نحاول نجهز حاجتنا عشان نبقى فاضيين إن شاء الله في شهر رمضان للصلاة والصيام والعبادة بإذن الله. أنا جبت بقى 10 كيلو طماطم، وجبت ربع كيلو فلفل حامي وبارد، وجبت راسين توم كبار كده زي ما انت شايفة، وفرمتهم مع شوية فلفل، خدت شوية فلفل للتوم وشوية للطماطم. بعد كده شوحته في معلقتين زبدة كبار، حطيت معهم ورقة اللورة، وجبت التوابل بتاعتي عبارة عن كزبرة وشطة، معلقة بابريكا كبيرة، ومكعبين مرق، والكمون هحطه بعد ما تتسبك ان شاء الله في الاخر. المهم يبقى رحت مشوحة التوم كده باللورة، وبعد كده هحط عليه التوابل، وهحط له معلقتين ونص سكر كبار، عشان انا معايا ما شاء الله اللهم صل على النبي كده 10 كيلو طماطم، فمعلقتين ونص سكر كبار ونص كوباية خل ومعلقتين معجون طماطم عشان يخلي الصلصة حمرة وحلوة معي. الصلصة دي هتنفعني، هعمل كشري هحط منها، هعمل مكرونة هحط منها، هعمل كفتة، هعمل فتة، هعمل حاجات كتيرة جدا منها هتنفعني، هتبقى جاهزة معي في الفريزر على طول، لا تاخد وقت بقى في تقطيع ولا فرم ولا هاخد اي مجهود وانا واقفة وصايمة، هتبقى جاهزة معي على طول ان شاء الله. وهنعمل كمان شوية صلصة لخلطة المحشي بإذن الله، يبقى عندنا خلطة المحشي برضو جاهزة. نجيب بقى الكرنب، نجيب بتنجان، نجيب أي حاجة عايزين نعمل محشي تبقى الخلطة عندنا جاهزة، وإن شاء الله نبقى نعمل الكرنب إن شاء الله نفرزه مع بعضنا بإذن الله. كده بقى أنا خلصت صلصة الثوم، كده هسيبها بقى تتسبك، والكمون معايا اهو، هحط لها كمون بعد إن شاء الله إيه ما تتسبك. على العين التانية في البوتاجاز بقى انا جبت 3 كيلو بصل، خد لهم نص كوباية زيت، ومعايا مكعب ليا، انا بحب احط ليا على المحشي جدا، بتديله طعم وريحة تحفة، بتديله طعم جميل جدا، فان شاء الله نحط ليا على البصل كده. لو مش عاجباكي ما تحطيش مش مشكلة، كل واحد يحط الحاجة اللي تريحه وتناسبه واللي واخد ومتعود عليها. انا كده بقى شوحت البصل معايا هون، وهنزل عليه بورق اللورة اللي معايا، وبعد كده التوابل هحطها تتشوح تاخد تشويحة كده مع البصل. معايا معلقتين ملح كبار، معايا معلقة بهارات كبيرة، معايا معلقة بابريكا، معايا معلقة شطة، هشوحهم مع البصل، معلقة سكر كبيرة عشان انا معايا ايه 5 كيلو طماطم، وهحط نص بطرمان معجون طماطم، يعني بما يعادل كيلو كمان، يبقى انا معايا كده 6 كيلو طماطم على 3 كيلو بصل، يعني كيلو البصل هياخد 2 كيلو طماطم، بس يعملوا لنا كمية كويسة ان شاء الله، نعمل منها محشي في اي وقت احنا عايزين ان شاء الله. كميه الصلصات اللي احنا عاملينها دي تكفينا كمان لبعد العيد كمان ان شاء الله لو حيانا ربنا. بعد كده الصلصه بردت معايا تماما، سبكت وبردت، دي اول حاجه صلصه الثوم سبكت وبردت تماما. هجيب اكياس عاديه بتاعه التلج، اكياس عاديه جدا، لا هجيب اكياس بقى بتفتح وتقفل، ولا هجيب علب ولا اي حاجه مكلفه، اكياس عاديه جدا على قد ما هستعمل هحط فيها، هستعمل بقى صلصة كتيرة صغيرة، انا بحط كمية صغيرة في الاكياس اخدها عشان ما ترجعش تاني للفريزر، هحطها في الاكياس بتاعتي بالشكل ده، وهوريك هنقفلها ازاي برضو بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله. هجيب الصلصة هخليها تحت البلانشة بالشكل ده، وهخلي حرف البلانشة فوقيها كده عشان تبقى الصلصة تحت والكيس فاضي من فوق، وهحاول اخرج الهواء اللي فيها. وبعد كده اهو زي ما انت شايفة كده طبقت الكيس، جبت حتة ورق ألمونيوم او سيلفر، ومعايا المكوة سخنة على اول درجة،
حطيته عليها، بمجرد ما حطيته عليها لزيت زي ما انت شايفة كده. هنعمل اكياس كلها بنفس الشكل اهو زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هنجيب خلطة المحشي بقى كمان نسبكه كده معانا، وبردت هنحط فيها الخضرة. عايزة تحطي فيها خضرة دلوقتي حطي، عايزة تحطي لما تيجي تعملي المحشي براحتك، مش هتفرق كتير. انا بخليها كده، ولما باجي اعمل محشي بجيب لها حزمة خضرة فريشتين. بعد كده هنعبيها بقى في الاكياس بتاعتنا بالشكل ده، ومنتهى البساطة. ولا تكلفي نفسك تجيبي علب ولا اي حاجة، ولا اكياس من غالية ولا اي حاجة، اهو زي ما انت شايفة كده اهو قفلنا الاكياس مقفولة وتمام. نعمل كيس تاني مع بعضينا برضه اهو على حرف البلانشة، ونحاول نخرج الهواء منه. بس طبعا الصلصة دي باردة، يعني باردة جدا، بسيبها لما تبرد خالص خالص، ونقفلها بالشكل ده كده. والاكياس لما نيجي نرصها بقى في الفريزر نوقف الاكياس ما ننيمهاش عشان ما تريحش على بعضها وتسيل في الفريزر. نوقفها عشان الفتحة تبقى دايما من فوق، فتحة الكيس كده تبقى من فوق بالشكل ده كده. كده احنا عملنا دي صلصة التوم، عملنا كمية محترمة منها تكفينا وزيادة وزيادة ان شاء الله يعني. وادي صلصة المحشي، خلطة المحشي عملنا منها 6 اكياس، يعني كيس واخد كيلو كده، يعني 6 مرات محشي ان شاء الله. بس بقى نرسم بقى في الفريزر بتاعتنا ونوقفهم زي ما قلت لك. نخش بقى على الخضار. انا جبت دلوقتي سابيني غسلتها وصفيتها في المصفى، وجبت فوطة نضيفة على صينية كده وسبتها تتهوى شوية. وبعد كده همسكه اقطعها. وعايزاك تخلي بالك لما تجيبي السبانخ، عشان الفترة اللي جاية دي السبانخ بتكون خلصت، فساعات بيبيعوا السلق على انه سبانخ، فانت خلي بالك من السبانخ وانت بتجيبيها اللي هي فيها الراس الحمرا دي بتبقى سبانخ. وخرطته، ما ينفعش تقطع السبانخ وبعد كده تغسليها كده، انت بتنزلي الفيتامينات اللي فيها كلها في المية. انت اغسليها الاول وصفيها وبعد كده خرطيها زي ما انت شايفة كده، سواء هتفرزنيها سواء هتطبخيها في نفس الوقت اغسليها الاول وسيبها تتصفى في المصفى وبعد كده خرطيها. بصي نشفت وبقت جميلة معانا. قطعت طبعا معاهم الخضرة، قطعت معاها كزبرة وشبت الخضرة بتاعتها. تحطي في الكيس على قد الطبخة اللي انت بتطبخيها، لان انت هتخرجيها من الفريزر متلجة وهتنزليها في الصلصة على طول، يعني ما ينفعش تكوني انت هتعملي نص كيلو وتحطي في الكيس كيلو، لا انت حطي على قد الطبخة اللي انت هتطبخيها بالظبط. وهنقفل بنفس الطريقة اهو زي ما انت شايفة كده، نخرج الهواء منها وحافلين بنفس الطريقة. بعد كده بقى جبت القلقاس وهنمسكه ونقشره مع بعضينا. شيل الحته اللي في القلب دي عشان دي بتبقى قشره، وهنمسكه ونقشره وبرده هنفرزنه معانا ان شاء الله بالشكل ده كده. منتهى السهوله، تخليه على البلانشه كده وتمسكي القلقاسه كده وبالسكينه وتنزلي على القشره، تقشر معاكي بكل سهولة. بعد ما نقشرها نقسمها، تقسميها وبعد ما نقسمها نخرطها بقى زي ما احنا عايزين. انا بعملها مكعبات وبحب اعملها مكعبات كبيرة او سنبوكسات كده، سنبوكسات كبيرة. هنقطع القلقاس بالشكل ده كده. وانا بقى من اللي بيحبوا يغسلوا القلقاس، في ناس بتحب ما تغسلهوش براحتهم، انا بحب بصراحة اغسله، لازم اغسله مرة واثنين وثلاثة كمان عشان ما بنحبش المادة اللزجة اللي بتبقى فيه.
انا بغسله مرتين ثلاثه كده بالميه السخنه زي ما انت شايفه كده، احط عليه ميه سخنه وغيرها له مرتين ثلاثه، وبعد كده باخده تحت الحنفيه اشطفه كذا مره، وبعد ما اشطفه كذا مره اسيبه في شويه ميه متلجين، احط في شط ميه متلجين شويه، وبعد كده اصفيه بالمصفى، وبعدين اخده برضو في الاكياس بتاعته على قد الطبخه اللي انا هطبخها، بطبخ ربع كيلو، بطبخ نص كيلو، بطبخ كيلو، احط على قد الطبخه اللي انا بطبخها، كل واحدة عارفة مقدار احتياجها للخضار قد ايه. بعد كده كيسناهم بنفس الطريقة ورصيناهم ونرصهم بقى في الفريزر بتاعتنا. وكل سنة وانتوا طيبين، ما تنسوا